سأل أبو ذر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما روى الإمام أحمد في مسنده قال يا رسول الله هل كان آدم نبيا فقال عليه الصلاة والسلام نعم كان نبيا مكلما فقال أبو ذر كما في حديثه وحديث أبي أمامة قال يا رسول الله كم عدد الرسل فقال عليه الصلاة والسلام هم مئة وعشرون ألفا جما غفيرا هذا العدد الكبير من الرسل لم يذكر الله تعالى لنا في القران الا اسماء خمسه وعشرين نبيا فقط وهؤلاء الانبياء ايضا الذين ذكرهم الله في القران لم يفصل الله تعالى لنا قصصهم كلهم بعض هؤلاء الانبياء نحن نعرف اسمه لكن لا نعرف قصته فنقرا في القران اسم الياسين نعرف قص اسمه ولا نعرف قصته اليسع نعرف إسمه ولا نعرف قصته وبعض هؤلاء الأنبياء ذكر الله تعالى اسمه وشيئا من قصته نوح عليه السلام لبث في قومه الف سنة إلا خمسين عاما ومع ذلك لم يذكر الله تعالى لنا في القرآن إلا في موضعين أو ثلاثة شيئا يسيرا من قصته ما لوط عليه السلام ما ذكر في القرآن إلا قصة مختصرة له ربما لا تتجاوز في بعض السور آيه أو آيتين لما ذكر الله جل وعلا صالحا وذكر هودا وذكر إسماعيل ذكر الله تعالى شيئا من قصصهم لكن لم يفصل لنا قصصهم كاملة وبعض الأنبياء ذكر الله تعالى قصصهم مفصلة بل نعرف حتى قصة مولده والظروف التي سبقت ميلاده فلما تتكلم عن موسى عليه السلام مثلا تجد أن الله تعالى ذكر اسمه في القرآن أكثر من 183 وثلاثة وثمانين مرة وذكر قصته في القرآن في خمسة وعشرين موضعا وذكر الله تعالى حتى قصة زواج موسى عليه السلام وكيف سار بأهله إلى غير ذلك من التفصيلات تقرأ في القرآن قصة سليمان عليه السلام فتعرف قصته مع الهدهد تعرف قصته مع الجن تعرف قصته مع الطير تعرف قصته مع النمل تعرف قصته حتى مع مع أبيه داود وتعرف قصته مع 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 أحوال كثيرة من حياته لماذا اختار الله تعالى بعض الأنبياء ففصلهم واختار الله جل وعلا أيضا أنبياء آخرين فاختصر الله تعالى قصصهم هذا لحكمة يريدها جل وعلا لكن ربما أن بعض الأنبياء لهم ارتباط بأمتنا كموسى عليه السلام مثلا لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كان قوم موسى متكاثرين اليهود والتوراه لا تزال موجوده وان كانت محرفه وبالتالي كان القران يخاطبهم مخاطبه مباشره ولذلك بين الله تعالى ذلك ولئن سالتهم مثلا جاء هذا في القران عن بني اسرائيل واتل عليهم نبا الذي اتيناه اياتنا واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون في السبت الى غير ذلك هي تخاطب اليهود مباشره نحن اليوم سنتكلم عن شيء من قصه سليمان عليه السلام سليمان عليه السلام كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يذكره لاصحابه وخصه الله تعالى بخصائص لم يعطها لاحد من الانبياء غيره فسليمان عليه السلام كان يعرف لغه الطير فهم لغه النمل وهذا لم يذكر بانه كان لغيره من الانبياء وذكر بعض المفسرين قصصا في ذلك ذكروا ان سليمان عليه السلام او غيره هذا مما ذكر في بعض كتب التفسير انه كان يمشي مع بعض اصحابه فمروا براعي غنم واذا شاه من هذا الغنم تلتفت الى شاه صغيره متاخره عن القطيع ثم تصيح لها باعلى صوتها فقال لاصحابه هل تدرون ماذا تقول هذه الشاه للشاه الصغيره قالوا ماذا تقول قال هذه امها وهي تقول لها الحقي بنا حتى لا ياكلك الذئب كما اكل اختك عام اول قالوا فجاءوا الى الراعي وسالوه قالوا له هل كان لهذه الشاه شاه قبل هذ هذه الشاه الصغيره فقال نعم هذه الشاه الكبيره هي ام لهذه الشاه الصغيره وقد كان لها بنت قبلها شاه صغيره يعني قبلها فأكلها الذئب في هذا الموضع العام الماضي فقالوا سبحان من علمك يعني فهمت ماذا قالت هذه الشاة للأخرى قالوا ثم مشى مع أصحابه فمروا بامرأة راكبة على بعير وإذا هذا البعير يمشي ثم يقف فجأة ويلوي عنقه إليها ويرغي بصوت عالي وهي تضرب فيمشي ثم يمشي ثم يقف فيلوي عنقه إليها ويرغي بصوت عالي فتضربه ويمشي فقال لهم هل تدرون ماذا يقول هذا البعير لهذه المرأة قالوا ماذا يقول قال إنه يقول لها انزع الإبرة التي في أسفل الرحل فإنها تطعنني يعني المرأة لما أركبت الرحل على البعير كان هناك إبرة ربما كانت إبرة كبيرة مما يخاط به مثلا الخيام وغيرها ف ربما كانت ملتصقة بأسفل هذا متعلقة بأسفل الرحل فالمرأة وضعتها على الرحل فلما ركبت على الرحل ومع المشي تبدأ هذه الإبرة تطعن سلام البعير فهو يقول لها قفي وانزع الإبرة من أسفل الرحل تؤذيني والمرأة ما تفهم فأوقفوا المرأة وأناخوا البعير ونزلت المرأة ونزعوا الرحل من فوق البعير ثم نظروا وإذا في أسفل الرحل إبرة فعلا وإذا هي تطعن البعير إذا مشى فقالوا له سبحان من علمك فكان يفهم مثل هذه اللغة ولذلك ذكر الله تعالى لنا في القرآن أنه كان يتكلم مع الهدهد سمع كلام النملة ففهم ما قالت كان يتكلم مع الجن وإلا كيف يوجههم فإنهم كانوا من جنوده نبينا صلوات ربي وسلامه عليه ذكر تسخير الجن لسليمان عليه السلام وربما كانت الجن في تسخيرها له لها عدد من الاعمال غير ما ذكره الله تعالى في القران فان الله جل وعلا ذكر شيئا مما كانت تصنع الجن لسليمان فكان مما تصنع مثلا انها تصنع له الجفان كالجواب والقدور الراسيات كانت تصنع له قدورا من حديد يطبخ فيها الطعام ومن عظم حجم هذه القدور أنها راسية على الأرض لا تنقل من مكان إلى مكان وقدور الراسيات فكان يوضع تحت هذه القدور ما يرفعها حتى يجعل تحتها الحطب ليشعل فيه النار ويطبخ فيها والجفان كالجواب الجواب جمع جاف جابية والجابية هي البركة وكانوا يأتون إلى الآبار إلى البئر ويستخرجون منه الماء ويجعلون بجانب البئر حوضاً سواء كان كبيرا او صغيرا يجعلون حوضا بركه وهذه البركه اذا استخرجوا الماء بالدلو سكبوا الماء في داخل البركه حتى اذا جاءت الدواب تشرب اذا جاء مثلا طفل صغير اراد من الماء لا يستطيع ان يستخرج بالدلو فهو يشرب او ياخذ الماء من هذه البركه من هذه الجابيه اذا جاءت امراه ربما لا تقوى ان تستخرج بالدلو فهي تاخذ من هذه الجابيه فالجابيه هي البركه فكان القدور راسية في مكانها من عظم حجمها وثقله لا يستطيعون ان ينقلوها من مكان الى مكان والمكان او 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 الصحن الذي يوضع فيه الطعام هذه الجفنه التي يوضع فيها الطعام هي مثل الجابيه مثل البركه مثل هذا الحوض الكبير من من عظم حجمها هذا لم يصنعه له الانس صنعته له الجن سياتي شيء من صناعه الجن له ايضا مما تعجبت منه بلقيس لما راته. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه ذكر سليمان وذكر ايضا شيئا من يعني مما كان عنده من اعاجيب من خدمه الجن له وتسخيرها له فانه صلى الله عليه واله وسلم صلى يوما ثم تقدم في اثناء صلاته شيئا يسيرا وتاخر فلما انتهى من صلاته قال لاصحابه لعلكم عجبتم من تقدمي وتأخري فقال له نعم يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان جاءني معه شعلة من نار أراد أن يحرق بها وجهي وذكر الحديث ثم قال عليه الصلاة والسلام فتقدمت ففتغته يعني فدغته يعني خنقته حتى شعرت ببرد لعابه على أصابعي فكدت أن أمسكه يعني حتى تنتهي الصلاه ثم اربطه ببعض سواري المسجد فيلعب به صبيان اهل المدينه قال فذكرت دعوه اخي من سليمان لما قال رب اغفر لي وهب لي ملكا ايش لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب فسخر الله تعالى له الجن الى كما سياتي تفصيله فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول ان الجن لما دعا سليمان ربه ان يؤتيه ملكا لا يؤتيه لاحد من بعده اعطاه الله تعالى الجن مسخره له يامرها بما يشاء ان شاء ربطها كما قال الله تعالى واخرين مقرنين في الاصفات مربطه وان شاء اطلقها فيقول عليه الصلاه والسلام انا لا اريد ان اخالف الايه فان الله تعالى جعل الجن مسخره لسليمان فقط فانا لا اريد ان اخالف الايه في ذلك فقوله هنا حتى شعرت ببرد لعابه على يدي قد يشكل على البعض ويقول طيب الجن قال الله تعالى عنه والجان خلقناه من قبل من نار السموم ما هو الجن مخلوقه من نار كيف يشعر النبي صلى الله عليه وسلم ببرد لعابه؟ فلو كان يخرج منه لعاب يعني شيء سائل بارد لانه يقول ببرد لعابه لو كان يخرج منه لعاب بارد لاطفأ النار التي هو مخلوق منها فنقول ان اصل خلقه الجن من نار هذا اصل الخلقه لكنه الان ليس نارا كما ان اصل خلقه الانسان من طين خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون لكنه الان ليس طينا يعني انت الان لو نقطع اصبعك ما طلع طين يطلع دم ولحم ولو اخذناك الان ووضعناك في في طين وحبسناك فيه ربما مت ولا نقول لا والله انه رجع الى اصله فهو لما يدخل في الطين كانما عانق شخصا اخر نقول لا انت اصل خلقتك من طين لكنك الان لست طينا كما ان اصل خلقه الزجاج من تراب لكن هل هو الان تراب ولو اخذت الزجاج الان وكسرته وطحنته لما عاد الى التراب لانه بالصناعه تحول الى شيء اخر فكذلك الانسان خلق الله تعالى بدا خلق الانسان من طين بدا خلقه من طين لكن لما نفخ الله تعالى فيه من روحه تحول خلقا اخر وصار حيا بعدما كان جامدا وجرى فيه ماء الحياه والدم صار ينطق ويسمع وغير ذلك فاصل خلق الجن هي من النار لكنه الان ليس نارا انما تحول الى خلقه اخرى. تحدث النبي عليه الصلاه والسلام ايضا عن سليمان في احاديث اخرى من ذلك انه صلى الله عليه وسلم جلس مع عائشه رضي الله عنها فرأى عندها يعني بنات تلعب بها يعني مصنوعة من, من قطن وهي تلعب بها فورأى أيضا من بينها حصانا مصنوعا من خشب وهذا الحصان المصنوع من خشب له جناحان فقال لها كيف هذا هذا حصان قالت نعم قال حصان له جناحان يمازحها عليه الصلاة والسلام فقالت أما سمعت أو أما علمت ان سليمان عليه السلام كان له حصن لها اجنحه انت ما تدري سليمان كان عنده خيول لها اجنحه فضحك النبي صلى الله عليه وسلم يعني انت تعلمين نعم سليمان فضحك عليه الصلاه والسلام من كلام عائشه فسليمان عليه السلام كان عنده اعاجب بعضها ذكرها الله تعالى في القران كما سياتي في طاعه عفاريت الجن له وبعضها لم يذكرها الله تعالى لنا الجن الذين سخرهم الله تعالى لسليمان هي الجن التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإبلاغها عن طريق النذر وهي التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسمعت منه قيل إن بعض هؤلاء الجن حضروا سليمان وحضروا نبينا صلى الله عليه وسلم هذا ذكر في بعض الإسرائيليات وذكر أن أعمارهم كانت هي أطول من أعمار بني آدم والله تعالى أعلم بالصواب لكن الله جل وعلا ذكر استماع الجن الى نبينا عليه الصلاه والسلام فقال الله سبحانه وتعالى: واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين لم يقل ولوا الى قومهم مرسلين وذلك ان الجن ليس منهم رسل البشر منهم رسل الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس الناس مشتقه من الانس فالله تعالى اختار عيسى نبيا اختار موسى نبيا اختار هودا اختار صالح اختار محمدا عليهم افضل الصلاه والسلام اختارهم انبياء لكن الجن لم يختر الله تعالى منهم انبياء انما اختار منهم نذرا دعاة ولذلك قال الله تعالى ولوا الى قومهم منذرين ما قال مرسلين قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به فهم منذرون لقومه وكما قال تعالى قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا الى اخر الايات دليل ان الجن مخاطبون بالدعوه كما ان الانس مخاطبون بالدعوه يقال للجن يوم القيامه يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا ولذلك الجن يدخلون الجنه كما يدخلها الانس وقال الله تعالى عن الحور العين لم يطمثهن انس قبلهم ولا ولا جان دليل بان الجن يستمتعون كما تستمتع الانس والجن خلقوا قبل ان تخلق الانس يدل على ذلك ان الله تعالى قبل ان يخلق ادم واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون هذا دليل طبعا هذا الكلام من ربنا جل وعلا للملائكه قبل ان يخلق ادم ولذلك لما خلق الله تعالى ادم امر الملائكه بالسجود له. اذا الجن كانوا عامرين للارض قبل ان ينزل الله تعالى ادم عليه السلام ليعمرها، قبل ان يجعله خليفه في الارض، لكن الجن افسدوا في الارض وسفكوا الدماء وافسدوا فامر الله تعالى الملائكه فطردتهم الى جزائر البحر كما جاء عن ابن عباس وغيره يعني الى الاماكن الخاويه الخاليه التي ليس فيها من المعاش والمتعه كما في الاماكن العامره التي حول الانهار والمزارع وما شابه ذلك فطردت الجن طردت من الارض ما صاروا هم الذين يعمرونها ويتحكمون فيها ولا صارت لهم الخلافه في الارض فلما طردوا خلق الله تعالى ادم واهبطه لاجل ان يعمر الارض فالجن خلقوا قبل الانس وجعل الله تعالى اعداد الجن أكثر من أعداد الإنس عن كعب الأحبار أنه قال وإن كان هذا أيضا لم يثبت في دليل من القرآن والسنة لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج يعني يستأنس به في الكلام على كثرة الجن على كثرة أعدادهم ذكروا بأن كعب الأحبار رضي الله تعالى عنه ورحمه الله قال إن الله تعالى لما خلق الخلق جعله سبحانه وتعالى عشرة أجزاء فجعل تسعة أجزاء ملائكة وجزءا سائر الخلق ثم قسم الله تعالى هذا الجزء إلى عشرة أجزاء الجزء الباقي فجعل منه جزءا الجن والإنس وتسعة أجزاء سائر الخلق يعني الأحجار والنبات والحيوان ثم هذا الجزء الذي هو الجن والانس قسمه الله تعالى عشره اجزاء فجعل جزءا انس وتسعه اجزاء جن هذا من كثره الجن قال ثم قسم هذا الجزء الانس الى عشره اجزاء فجعل تسعه اجزاء ياجوج وماجوج وجزءا سائر البشر الى اخر ما قال هذا يستانس به وان كان ليس عليه دليل نص صريح من الكتاب والسنة الثابت لكن يستأنس به على كثرة الجن والجن منهم من أقبل واجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وحدثهم كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما تكلم عن ليلة الجن لما قال الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا من القرآن كان للجن علاقة أكثر التصاقا بنبي الله تعالى سليمان عليه السلام وكانت طاعتهم له طاعه تامه وكان قد سخر له الجن سواء الجن المؤمنين الذين يطيعونه ديانه واتباعا او الجن الكافرين او الفاسقين الذين كانوا يحاولون ان يتفلتوا من طاعه سليمان بقدر استطاعتهم لكنهم استطاعوا ذلك لما سخر الله تعالى لسليمان الجن كان هذا التسخير مكافاه لسليمان على شيء فعله بين الله جل وعلا ذلك سليمان عليه السلام قال لأطوفن الليلة على مئة امرأة كلها تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله ولم يقل إن شاء الله فطاف على مئة امرأة وكانوا يتزوجون في أعداد النساء شريعتهم غير شريعتنا وكذلك كان عندهم التسري بالإماء ونحن قد جعل الله تعالى كما قال جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع ففي الإسلام لا يتزوج أكثر من أربع هم شريعتهم في طريقتها وأحكامها تختلف عن شريعتنا نحن فذكر جاء في الحديث أنه لما لم يقل إن شاء الله لم تلد لم تحمل منهن امرأة إلا امرأة جاءت بنصف إنسان يعني غير مكتمل الخلقة قيل له النصف الأعلى فقط وليس له رجلان وقيل غير ذلك فجيء بهذا الولد كما قال سبحانه ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب ثم اناب يعني رجع قيل جيء بهذا الغلام لما ولدته ووضع على كرسيه فلما جاء تفاجا به واذا هو الغلام الذي ولد له وقيل غير ذلك من انواع التفسير لكنه قال بعد ذلك لما استعرض الخيل امامه كما بين الله جل وعلا ذلك وجعل يراها ويعدها للجهاد في سبيل الله مالت الشمس كما قال سبحانه حتى توارت بالحجاب فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي لما صلى المغرب ثم صلى العصر ثم رجع قصه ذلك ايها الافاضل ان سليمان عليه السلام كان صاحب جهاد وقتال في سبيل الله فامر ان تستعرض امامه الخيل يعني عرض عسكري فجعل ينظر إلى هذه الخيل فدخل وقت صلاة العصر ولم ينتبه ثم غابت الشمس توارت بالحجاب يعني غابت الشمس واحتجبت عنهم بالغيوم أو بالجبال ثم انتبه قال إني أحببت حب الخير يعني حب الخيل عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب فصلى ثم قال ردوها علي ردوا الخيل نكمل العرض العسكري وقيل ردوها علي وطفق مسحا بالسوق والاعناق يعني انه نحرها وتصدق بها في سبيل الله وهذا القول وان ذكره بعض المفسرين لكن اخرين من المفسرين انكروا ذلك وقالوا اولا ما في دليل يدل على انه نحر الخيل الامر الثاني ان الذي وقع من سليمان وهو يعني الغفله او نسيان صلاه العصر ليس كفارته انك تقتل الخيل وهذه الخيل اصلا انت تعدها للجهاد لم تعدها لسباقات ترفع بها اسمك او للتجاره بها ونحو ذلك او الافتخار بها امام الناس ما هي المصلحه من قتلها ثم غدا اذا اردت ان تجاهد واذا انت قد قتلت الخيل ونحرتها التي تجاهد بها فانت عالجت يعني ما وقع منك عالجته بخطا ولذلك الصحيح انه طفق مسحا انها لما راها قد خرج منها العرق انه مسح عليها لكنه لم ينحرها ولم يقتلها على الصحيح من اقوال المفسرين قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب عندها سخر الله تعالى له الجن الجن كما بين الله جل وعلا ذلك في ايات متعدده يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات وكذلك هنا بين الله جل وعلا ان الجن مسخرين له قال واخرين مقرنين في الاصفاد يعني منهم من يعملون بين يديه ومنهم من هي مربطه يعني عملت اخطاء وعصت عليه فربطها في الاصفاد الاصفاد هي القيود الثقيله من الحديد وصارت مربطه حتى يعفو عنها او حتى يحتاج اليها ولذلك حتى في قصه وفاته عليه السلام يقول الله جل وعلا عنه فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين المعنى أن سليمان عليه السلام كان يأمر الجن أن تعمل بين يديه وكان له هيبة فإذا غاب عن الجن تقاست تقاعست عن العمل وتكاسلت فإذا عاد إليها ورأته الجن عادت تعمل بكل ما أوتيت من قوه ونشاط. فجاء سليمان ونظر اليها واتكأ على منسأته اتكأ على عصاه وهو ينظر اليها. فالجن تعمل وتنظر الى سليمان وكانت الجن تدعي بانها تعلم الغيب ويخاف منها بعض الانس لاجل ذلك. فأراد ربنا جل وعلا ان يثبت للجميع ان الجن ما تعلم الغيب وان الغيب لا يعلمه الا الله تعالى. فصار سليمان متكئا عليها. على هذه المنسأة على عصا فقبضت الملائكة روحه عليه السلام ومات فلما قضينا عليه الموت مات عليه السلام وهو متكى على هذه المنسأة ربما كان متكيا عليه وهو جالس يعني ليس شرطا أن يكون قائما وإن كان بعض المفسرين يقول إن قول الله فلما خر يقول الخرور لا يكون إلا من قيام مثل ما قال خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم قالها ربنا لما ذكر السجود التلاوه ولذلك استحب عدد من اهل العلم بانه اذا اراد ان يسجد تلاوه وان كان جالسا في غير الصلاه يعني وان كان جالسا استحبوا ان يقوم ويسجد وقالوا ان الله تعالى يقول خروا سجدا وان الخرور يكون من الواقف لكن لا يمنع ان يكون جالسا على كرسيه مثلا متكئا على عصاه ينظر اليها ثم لما يعني ضعفت المنسأة العصا وخر خر من على كرسيه يعني خر من أعلى إلى الأسفل لا يمنع أن يكون جالسا فالمقصود أنه كان متكئا على العصا والجن تعمل بين يديه فلما خر جعلت دابة الأرض التي تأكل الخشب وهذه موجودة ربما يراها بعض الناس اليوم ترى بعض الأخشاب تتآكل أحيانا من بعض الدواب التي عليها فدخلت هذه الدواب في داخل من سأته كما يقال اليوم عن بعض الدواب التي تأكل النخل الآن أحيانا ترى لك نخلة لها جذع طويل ونخلة باسقة ما أجمل منها وفجأة سبحان الله ما تدري إلا النخلة يعني خرت وانكسرت فجأة وإذا دابة من داخلها تنخرها يسمونها سوسة النخل ولها علاج اليوم معروف عند عند المزارعين فهي تاكلها من داخلها وان ترى النخله ما اجمل من منظرها لكن فجاه تنكسر دليل انها تاكلها من داخلها حتى تضعف عن حمل ما فوقها فكذلك هذه الدابه جاءت وصارت تاكل العصا من الداخل حتى اذا ضعفت العصا بعد وقت لا ندري كم يكون لكن بعد وقت ضعفت العصا ولم يبق الا اللحاء الذي خارج العصا فلما ضعفت وانكسرت قال الله فلما خر بسبب الثقل التي فوقها فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبع في مسكنهم آيه مما ذكره الله تعالى من خبر سليمان عليه السلام مع الجن ما ذكره الله تعالى في سوره النمل في قصه الجن مع بلقيس وصنع الجن للصرح الذي تعجبت منه بلقيس والذي كان سببا في ايمانها سببا في ايمان بلقيس في طاعه الجن لسليمان ايهما اقوى الجن ام الانس في هذه الايات التي سنقرا شيئا منها تعالوا نقف على شيء من هذه العجائب ذكر الله جل وعلا خبر داود وسليمان عليه السلام فقال سبحانه ولقد اتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود ورث النبوة لم يرث المال لأن الأنبياء لا يورثون كما قال الله تعالى كما قال عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة كل نبي مهما ترك من المال فإنه يدخل مباشرة إلى الصدقات ولا يرثه من يكون من الورثة الذين العاده هي يرثون من زوجه وابناء ونحوه فورث النبوه وكما قال زكريا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من ال يعقوب يرث النبوه يعني وذلك ان ال يعقوب كانت النبوه تتابع معهم وتتناسل فزكريا كانه يقول يا ربي لا اريد النبوه تنقطع عندي ما دام انها تتابعت من اجدادي لا اريدها تنقطع عندي ف هب لي ولدا يرث النبوة مني حتى لا أكون أنا يعني موضع انقطاع النبوة في سلسلة النسب من بني إسرائيل فيقول هنا يقول ربنا جل وعلا وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده ما أنواعهم من الجن هو الذي مدار حديثنا اليوم والإنس والطير فهم يوزعون يوزعون يعني يدفع بعضهم بعضا من شدة ازدحامهم جعل سليمان عليه السلام يسوقهم بين يديه حتى إذا أتوا على وادي النمل وادي النمل سمي بذلك لكثرة النمل فيه والناس يسمون الأشياء بكثرة ما فيها فيقول لك مثلا هذا وادي الغضاء إذا كان شجر الغضا كثير فيه، يقول هذا وادي العقارب. إذا كانت العقارب كثيرة هذا وادي الثعابين. إذا كانت الثعابين كثيرة فيه. فهذا الوادي إما لطبيعة التربة يصلح أن النمل يعني يبني فيها بيوته أو غير ذلك من الأسباب، لكن المقصود أن النمل كان كثيرا فيه فسمي بوادي النمل. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة لم يفهم كلام النمله من المجموعه كلها التي مع سليمان الا هو قالت نمله يا ايها النمل هذه النمله عملت اربعه اشياء نادت وامرت وعللت واعتذرت يا ايها النمل نداء ادخلوا مساكنكم امر ليش ندخل مساكننا؟ نحن ما ندخل المساكن الا مع غياب الشمس لماذا تامريننا اليوم في وسط النهار ان ندخل المساكن فعللت لا يحطمنكم سليمان وجنوده وحتى ما تشعر النمل بان سليمان ظالم ومعتدي قالت النمله وهم لا يشعرون وهذا من العدل الذي يربينا الله تعالى عليه بل يا جماعه حتى في اسلوبك انت اذا كنت تامر غيرك لو كان عندك مثلا ولدك فقلت يا ابني لا اريدك ان تمشي مع فلان قال لك لماذا لا تقل له انا ابوك وانا الذي اتحكم فيك لا تسالني لماذا نفذ وبس خطا المفروض انك تخبره لماذا من حقه يا اخي ان يسال لماذا النمله وهي نمله تتكلم مع نمل تحترم عقولهم وتبين لهم السبب احترم عقله يا اخي قل يا بني اني مثلا اسمع منها الفاظا سيئه او هذا الصبي يدخن فلا اريدك ان تخالطة او لا يصلي او او ما شابه بين السبب الذي يدعوك قلت لامرأتك مثلا لا لا تزوري اختك فلانه قالت لك ليش لا تقل اليس انا زوجك لي حق الطاعه خلاص انتهى الموضوع لا تزوريها لا من حقها ان تسال ليش من حقها ان تبين لها السبب ولذلك الله جل وعلا حتى في تحريم الاشياء يذكر السبب انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ثم بين سبب التحريم انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله ها عرفتم السبب قال الله فهل انتم منتهون بينا لكم السبب فهل انتم منتهون وغير ذلك من الاشياء فالنمله تعلل تقول يا جماعه يا ايها النمل لا تظني بان سليمان ظالم ترى سليمان ما يدري عن كن. لا, لا تدعو على سليمان ولا تظن أنه ظالم وهم لا يشعرون فلما رأى سليمان عجب كلامها و يعني وحسنه وحسن تعبيرها ورأى حرصها على من معها وأنها ما نظرت إلى مصلحتها فقط قال الله فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هنا قول سليمان عليه السلام اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي. هذا شعور بنعمه الله المتجدده عليه. كلما رايت نعمه من الله تعالى عليك ربما حرم منها غيرك غيرك فينبغي انك تشكر الله تعالى عليها. إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. الإنسان لما يستيقظ من النوم يقول الحمد لله الذي أحياني بعد ما ماتني. إذا انتهى من طعام حمد الله، إذا لبس ثوباً حمد الله، إذا خرج من الخلاء حمد الله على أن أذهب عنه الأذى وعافاه. كلما رأيت نعمة إذا دخلت إلى بيتك ورأيت أولادك يقبلون عليك والله ما فيهم أحد مثلا في عقله مس من الجنون ولا منهم أحد معاق أو, او قل يا ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي، غيرك يدخل الى بيته فربما يرى هذا معاقا ويرى هذا مجنونا ويرى هذا مصاب بمرض اذا ركبت سيارتك وشغلتها وسقت السياره بنفسك ورايت نفسك تتحكم بعينيك ويديك ورجليك قل ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي، غيرك ربما يحمل حملا كما يحمل المتاع يحمل الى السياره هو وتقاد به ولا يملك حتى ان يحرك الذباب عن انفه لو لو استقر عليه اذا دخلت الى الخلاء ثم قضيت حاجتك بنفسك وخرجت اعلم ان غيرك لا يستطيع ان يصنع صنيعك غيرك يدخل الطعام الى بطنه عبر الانابيب ويخرج بالتحاميل والادويه والضغط على بطنه ولا يدري انه خرج منه الغائط الا اذا شم الرائحه ويلبس الحفائض انت اذا قضيت حاجتك ورأيت أن الله قد عافاك في جسدك قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. إذا رأيت ستر الله على بناتك وبناتك يرجعن من المدرسة وهن مستورات عفيفات وغيرك ربما في بلدان تخطف تختطف ابنته أو تغيب ولا يدري أين هي قل ربي أوزعني أن حفظ الله عرضك ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. إذا وضع الطعام بين يديك قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. سليمان هنا يسمع كلام نملة ويحمد الله تعالى على أن فضله عليها أن جعله بشراً وجعلها نملة ولو شاء الله لجعله هو في موضعها وهي في موضعه ويقول وأن أعمل صالحاً ترضاه يا ربي أن أعطيتني مالاً أعني أن أعمل صالحاً ترضاه بهذا المال أعطيتني منصباً أعني أن أعمل صالحاً ترضاه بهذا المنصب أعطيتني جنوداً أعني أن أعمل صالحاً ترضاه بهؤلاء الجنود أنت كذلك إذا رب العالمين أعطاك عقلا ومالا، أعطاك جاها، أعطاك منصبا، أعطاك علاقات اجتماعية احرص على ألا تكون هذه النعم سببا في غضب الله عليك. قل وأن أعمل صالحا ترضاه ثم قال وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. قال الله وتفقد الطير فقال: مالي ألا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه لا ثم بين انه قد يكون له عذر وانت تلومه او ليأتيني بسلطان مبين الهدهد اين ذهب؟ الهدهد خرج من فلسطين وقيل خرج من العراق على خلاف اين كان سليمان فقيل انه خرج من فلسطين ثم مضى يطير وتوجه جنوبا حتى قطع الاردن وقطع جزيره العرب حتى وصل الى اليمن يعني قطع الاف الكيلومترات ثم نظر فوجد مملكه وجد امراه تملكهم لها ملك عظيم وعندها ما ما عند الملوك لكنه راهم اذا طلعت الشمس او غربت سجدوا لها فهم يعبدون الشمس فثار الهدهد كيف تشركون بالله ورجع الى سليمان قال الله إن سليمان هدد كيف يغيب الهدهد من غير استئذان مني ولو فتح المجال كل واحد يغيب كما يشاء ما بقي أحد عنده من جنوده فلا بد أنه يهدد تهديدا يخيف الباقي قال الله تعالى هنا أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد يعني انتظر غير بعيد وقتا يسيرا فقال الهدهد راجع إليه فقال أحطت بما لم تحط به أنا عندي خبر يا سليمان ليس عندك وجئتك من سبأ بنبأ يقين أنا جئتك من سبأ بنبأ ليس إشاعة وإنما جئتك بنبأ يقين أنا متأكد منه إيش النبأ والخبر إني وجدتم امراة تملكهم طيب هذا عادي وأنت جاي تنقل لي هذا وعامل قضية عادي امرأة ملكة على قومها إيش المشكلة؟ وأوتيت من كل شيء أيضا عادي، ما هي ملكة على قومها، هل تريدها ملكة لا يكون لها ملك تحتها؟ أكيد أنها أوتيت من الأرائك ومن الطعام ومن الذهب ومن الفضة ومن القصر طبيعي ولها عرش عظيم أيضا طبيعي، ما هي ملكة لازم تجلس على عرش، تريدها تجلس على الأرض مع مع خدمها، إيش الغريب أيها الهدهد؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبا يعني الحب في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا اله الا هو رب العرش العظيم وسكت الهدهد. الهدهد يا جماعه رأى في سفرته اعاجيب كثيره. رأى اعاجيب في جزيره العرب، رأى قوافل، رأى انهار غريبه ربما في اليمن او في جزيره العرب، رأى ربما اعدادا من الناس حيوانات غريبه لم يشغل سليمان بذكر تفاصيل. الهدهد يعلم انه يتكلم مع رجل مشغول ما عنده وقت يسمع تفاصيل، اعطني الزبده. فهو لما جاء عند سليمان ما حدثه بعدد جنودها ولا بلون ثيابها ولا بلون العرش ولا بنوعية طعامهم ما أشغله بهذا أعطاه المعلومة ترى في امرأة هناك عندها ملك كبير لكن يا سليمان تراهم يعبدون الشمس وسكت وهذا يا جماعة منهج في من يتكلم مع شخص مشغول أنت لو مثلا اتصلت بالمفتي تسأله لا تعطي قصة حياتك أعطاه السؤال وانتهينا مثلا اتصلت مثلا سواء ببرامج الإفتة في التلفاز أنا أتعجب أحيانا من بعض الناس اللي يعطي تفصيلات ليس لها داع مما يرفع ضغط المفتي أحيانا تلقاه يتصل السلام عليكم عليكم كيف الحال يا شيخ والله بخير تفضل سؤالك عساك طيب يا شيخ والله بخير الله يسألك سؤالك الله يحفظك والله نحبك في الله يش... بارك الله يا شيخ نتابع دائما برامجك و... بارك الله فيك سؤالك الله يحفظك عساك بخير يا شيخ والله عيالي حتى يحبونك في الله الحين خلص دقيقه كلها تعبيرات يشكر عليها لكن ليس هذا وقتها بارك جزاك الله سؤالك سؤالك الله يحفظك طيب طيب سؤالي سؤالي انا يا شيخ عندي خاله وحده بس ايوه والمفتي يقول هذا في سؤال، بيسال عن الارث ولا ايش وبعدين كنا بنطلع العمره انا والوالده وقالت خالتي ابغى اروح معكم أعتمر يعني قصدك يا ولدي انك محرم لها ادري اني محرم يا شيخ مو هذا سؤالي طيب عطنا سؤالك بعدين قالت خالتي ابي اروح اعتمر معكم وبعدين رحنا ومرينا الخ... تاخرت علينا شوي بس بعدين طلعت لنا يا شيخ بالسياره ومشت معنا. عطنا السؤال يا وليد طيب يا شيخ هذا السؤال انتظر شوي. وبعدين وصلنا للميقات واحرمنا وكانت معي واحده من خواتي ما قدرت تحرم وقالت خلاص ماني معتمره. طيب كمل وبعدين وصلنا م... مشينا في الطريق ومسكنا التفتيش وبنشرت علينا السياره و... ويعطيه سبع ثمان دقائق قصه. وبعدين يكون السؤال والله لا له علاقه باخته ولا بالاحرام ولا بالعمره ولا بخالته السؤال اننا وصلنا الحرم والامام يصلي العشاء ونحن ما صلينا المغرب ماذا نفعل والله كذا وش نسوي حنا نصلي المغرب ولا نصلي العشاء ولا بعدين يقول ليش زعلت يا شيخ ليه زعلت لانك ترفع ضغطي طبيعي اني بزعل يا اخي عطني السؤال على طول قل انا دخلت الحرم ما في داعي اعرف كم عدد خواتك، وش اسم خالتك، ونوع سيارتكم، والمخالفات اللي جاتك، وكم مرة صورتك ساهر. هل, هل التفصيلات هذه لا تهمني، اعطني السؤال مباشرة. هنا الهدهد، يعني بعض الناس ودك يعني يقتدي بمثل هذا. الهدهد اختصر. أنا أتكلم مع سليمان، سليمان ما عنده وقت يسمع تفصيلات، يسمع قصة حياتي، وايش سبب ذهابي، وكم عدد الناس اللي رأيتهم في الطريق، وعد الطيور اللي شفتها وهل عطشت واحتجت الى ماء ولا لا؟ ما يحتاج سليمان هالتفصيلات، انا اعطيه الزبده انا وجدت امراه تعبد الشمس يا سليمان كيف تتفاهم مع هالمرأه وبس سليمان عليه السلام لما سمع هذا الخبر ما اتخذ قرارا مباشره لا قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين، نتاكد من كلامك مع ان الهدهد يقول اني رايت ما قال انا سمعت عنها والله انا قرات قصتها لا يقول رايتها بعيوني ومع ذلك يقول بنتاكد قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين ثم اعطاه ورقه كتب فيها سليمان بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين مختصر دائم القوي ما يحتاج يكثر كلام النبي عليه الصلاه والسلام لما ارسل اليه مسيلمه يوم تنبأ مسيلمه قال انه نبي ارسل كتابا للنبي عليه الصلاه والسلام وقال من مسيلمه عبد الله ورسوله الى محمد عبد الله ورسوله آه يعني هو يرى انه النبي خلاص آه السلام عليك ثم قال اما بعد فان الله قد ابتعثني نبيا كما ابتعثك نبيا فاذا وصلك كتابي هذا فاقسم الارض بيني وبينك نصفين وأرسل الكتاب للنبي عليه الصلاة والسلام قرئ الكتاب على النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم قوي ما يحتاج يكثر كلام لمسيلمة قال اقلبوا الكتاب واكتبوا حتى لا تستعملوا ورقة جديدة ما يستاهل اقلبوا الكتاب واكتبوا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين القوي ما يحتاج يكثر كلام اللي واثق هنا سليمان ما كثر كلام كتب هالكلمتين واعطاها لهدد اذهب بكتابي هذا فألقه اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون، انظر ايش يقررون؟ ايش اللي يحصل؟ ذهب الهدهد ودخل من بعض فتحات القصر والقاه في حجرها، قالت يا ايها الملا اني القي الي كتاب كريم انه من سليمان، كيف عرفت ان كتاب كريم؟ لانه مرتب، وهكذا ينبغي يا جماعه عند التراسل مع الاخرين انت كن مرتبا مؤدبا في نوعيه الورقه خطك الذي تكتب به حتى يا اخي رسائل الجوال يعني بعض الناس احيانا يعني انا احيانا ارسل طلابي مثلا في الجامعه الشعبه مثلا يكون في طالب هو اللي مسؤول عن الشعبه يعني عنده ارقام زملائه واذا اردت شيء يقول ارسل لزملائك كذا فتجدني ارسل له مثلا اقول له السلام عليكم مرحبا يا ولدي كيف حالك وكيف حال الوالدين هل استلمتم المذكرات من قسم التصوير في الجامعة ولا لا مع دعائي لك وسلامي للوالد أنا مترطف ما هي سبعين حرف محسوبة عليك استثمرها المفترض يرد علي إيش يقول وعليكم السلام مرحبا يا شيخ ولا مرحبا يا دكتور آه نعم سلام مذكرات وجزاك الله خير على حرصك تدري إيش يرسل لا خلصت الرسالة لا أنا الحين قاعد أكتب سلام وصبحك الله بالخير وسلمني على الوالد وشلونك يا ولدي واتلطف معك انا وش ابغى بك عشان اتلطف معك؟ يعني وانا المعلم وانت الطالب وترسل لي لا يا اخي بقي في رصيدك 68 حرف استفد منها او تجدني مثلا ارسل الى احد زملائي ادعوه الى عشاء مثلا عندي مثلا وليمه او كذا فاقول مثلا السلام عليكم ابو فلان كيف الحال؟ بكره بيتعشى عندي فلان وفلان وبصراحه المجلس لا يحلو الا بحضورك ودنا تشرفنا وحضورك شرف لي وأقعد أكتب الرسالة خمس دقائق فلعلك تسرنا بحضورك في الأخير وحط استفهام يعني بتجي ولا ما أنت بجاي المفروض إيش يكتب يكتب الله يكثر خيرك ويغنيك والله أني ودي لكني مرتبط بسفر لأن آخر رسالة فهل تشرفنا بحضورك إيش يكتب لا خلصت والله أنا أرحمهم هذا ودي يأخذ دورك كذا عند الهدهد وسليمان الملكة بلقيس تقول هذا الكتاب غير عادي، هذا مرتب والخط جيد والورق جيد إني ألقي إليّ كتاب كريم الرسالة معجبتها إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين يعني مستسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا اللي هم المستشارين نحن اولو قوه واولو بأس شديد اولو قوه يعني عندنا جنود كثر واولو بأس شديد عندنا سلاح مثل ما قال الله وانزلنا الحديد فيه بأس شديد واولو بأس شديد ها احنا جاهزين للمعركة ندافع عن بلدنا والامر اليك فانظري ماذا تامرين القرار عندك يا بلقيس قالت شوف الفرق بين قرار الرجل وقرار المرأة، المرأة دائما تميل إلى حل الموضوع بهدوء والانسحاب إذا رأت الجد هكذا طبيعتها تنسحب بهدوء ما ابغى مشاكل فهي ما تريد مشاكل قالت ما ايش لنا في الحرب والقتال؟ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة قال الله وكذلك يفعلون قالت وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٌ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ أنا بشوف هل سليمان يدفعه إلى حربنا الرغبة في ملكنا؟ أم يدفعه إلى حربنا أنه يريد أن يكافح الشرك ويدعونا إلى التوحيد؟ أبختبر إن كان فرح بالهدايا واستبشر بها وظهر عليه النهم وهو يفتش هدايانا عرفنا أن الرجل للدنيا كل شهرين ثلاثة نرسل له كم صندوق ذهب ويسكت واحنا نعبد الشمس وإن كان الرجل مهتم بالهدايا هذا لازم نتفاهم معه بتفاهم آخر فأرسلت الهدايا مع رجال استخبارات ليس رجال عاديين رجال قالت لهم إذا وصلتم إلى سليمان وأنزلتم الصناديق أريدكم تعرفوا لي مشاعره وهو يتعامل مع الهدية هل فرح واستبشر وصار يفتح الصندوق ثم الصندوق الآخر وينظر أو أنه ما اهتم عند قضية أكبر منها أريدكم تدرسون للرجل دراسة وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان لما جاء الجنود والقوم من عندها يحملون الصناديق فيها من الذهب والفضة والملابس الحسنة وأنواع القماش وربما وانواع الطعام التي يمكن ان تحفظ لانهم حتى يسيروا من اليمن الى فلسطين يحتاجون كذا شهر فلما جاء سليمان لما جاءوا بالهدايا قال اتمدونني بمال فما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون انت فرحان بهالهدايا فرحان بكم صندوق ذهب جبتها فرحان بكم صندوق من الحرير اتيت بها؟ ارجع اليهم، ارجع انت وياه بهداياكم، لا تفتحون ولا صندوق ولا صندوق ولا ادري ايش في الصناديق، ارجعوا على طول بالهدايا فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذله وهم صاغرون. يقولون ان سليمان قال فلنأتينهم بجنود يصل اولهم الى اليمن وآخرهم ما خرج من فلسطين بعد من كثرتها ولنخرجنهم منها أذلة تكبرتم عن التوحيد نأتي نقاتلكم وهم صاغرون لما وصل الخبر عندها مباشرة أرسلت لسليمان قالت أنا جاية أنا جاية إليك أن تقولوا أتوني مسلمين يعني مستسلمين أنا جاية مستسلمة أتفاهم معك فأراد سليمان عليه السلام أن يبين لها أن الملك الذي عندي هو من الله وليس مني. فاراد ان ياتي بعرشها عنده، ما دام هي طلعت من القصر نأتي بالعرش. وذكر في علة ذلك انهم كانوا يعتقدون في ذلك الحين مملكه سبأ ان العرش اذا نقل انتقل الملك معه، يعني اللي يملك مملكه سبأ اللي اللي على العرش، لو تنقل العرش الى مكة صارت مكة هي اللي تحكم اليمن، كذا كانوا يعتقدون أو لو قامت بلقيس وجاء واحد واستولى على عرشها وهي وهو في اليمن صار هو الملك بدالها، كانوا يعظمون العرش تعظيما فأراد بهالعرش اللي هو سر قوتكم أجيبه عندي هنا قال يا أيها الملأ يكلم الجن والإنس أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين اه هنا جاءت خدمة الجن له قال عفريت من الجن عفريت يعني عظيم من عظماء الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قبل أن تقوم من مقامك قيل كان سليمان يجلس بعد طلوع الشمس إلى غيابها يحكم بين الناس وغير ذلك فيقول لهذا له الجني قبل لا ينتهي الدوام قبل ما تغيب الشمس قبل ما تقوم انت وتتركنا العرش عندك يعني يحتاج ساعات فرأى سليمان الوقت طويل مع ان اولئك يحتاجون كذا شهر حتى يصلوا قال الذي عنده علم من الكتاب قيل هو رجل عابد من جند سليمان انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك قيل يرتد اليك طرفك قبل ان تحرك طرفك طرف عينك وقيل انك الان تنظر بطرفك بعينك الى رجل بعيد فقبل ان يصل ذلك الرجل البعيد اللي هو مدى عينك مدى بصرك قبل ان يصل اليك يحتاج مثلا عشر دقائق مثلا يكون العرش عندك لم يحددوها بالساعات والدقائق لان لم يكن هذا موجودا عندهم فحددوها بما بما هو عندهم ولذلك حتى الصحابه لما تكلموا عن فرق ما بين اذان بلال واذان ابن ام مكتوم في رمضان كان يؤذن الأول ويؤذن الثاني قالوا كم بينهما قالوا مقدار قراءة خمسين آية ما عندهم خمس دقائق وعشر دقائق يقول الله تعالى عنه هنا قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم أراد سليمان هنا أن يمتحن عقل إبليس عقل بلقيس عفوا وأن يتأكد من أمر ذكره الجن له ذكره الجن له الجن خافوا أن يتزوج وذكرها ذكرها في الإسرائيليات يعني خافوا أن يتزوج سليمان بلقيس فيعظم ملكه فقالوا يا سليمان اذا جاءت بلقيس انتبه لا تتزوجها قال لماذا؟ قالوا ان امها جنيه ودلاله ذلك ان ساقيها ساقا عنز هكذا الدعوة هذه من الاسرائيليات عموما يعني تذكر على سبيل الاستملاح يعني ولا تقر يعني اقرارا تاما فاراد سليمان ينظر الى الساقين يتاكد فامر الجن فصنعوا له صفائح من الزجاج ثم أمر بأعمدة من الزجاج فصنعت غرست الأعمدة في الأرض وضعت صفائح الزجاج فوقها أجري الماء من تحتها ثم وضع العرش فوقها فصار الذي يرى عرشها يظن بأن العرش يسبح فوق الماء شوف عظم الملك وهذا لم يصنعه له إلا الجن قال الله قال نكروا لها عرشها نكروا يعني غيروا تعالوا مثلاً إلى الجزء الأيمن مثلاً فيه ألماس أزرق ضعوه في الجزء الأيسر هنا في حرير أحمر نزلوه تحت واجعلوا اللي تحت فوق هكذا غيروا نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك نظرت إليه قالت كأنه هو: وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخلي الصرح قال لها سليمان تفضلي ادخلي عند العرش فلما رأته حسبته لجة يعني ماء متلاطما وكشفت عن ساقيها وإذا هما ساقان عادية قال إنه صرح ممرد من قوارير ممرد يعني مصفى لدرجة أنك ما تستطيعين أن تري الزجاج من شدة صفائه فلما رأت ذلك علمت أن هذا ليس من صنع بشر وأنه لم يسخر له الجن إلا الله وأنها لا تستطيع أن, أن تحارب سليمان ولا أن تعارض التوحيد الذي يدعوها إليه قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين فهذا أيها الإخوة والأخوات خبر ما ذكره الله تعالى عن سليمان عليه السلام تدارسناه في هذه الساعة المباركة أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم بحفظه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأسأل الله تعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن يكفينا وإياكم ويكفي بلادنا وجميع بلدان المسلمين أن يكفيها الله تعالى الفتن ما ظهر منها وما بطن وأسأل الله جل وعلا أن ينفقنا وإياكم لكل خير وأشكر الإخوة الكرام في هذا الجامع المبارك تنسيقهم وحرصهم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين